Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, our students. Now we will start a new revision. A revision, I will say, يعني معناتها هي يعني مراجعة for what we have studied before this time in the part one. We talked about comparing the present and the past time using used to. And this, of course, you, as we said before this time, you are going to find it where on page 43 in the roundup. Okay, so you are going to find it where, on page 35, on page 35. We said before this time, you can compare the present moment within the past moment using what, of course, using used to. طبعا صيغة ال used to هذه تستخدم لمقارنة the present moment مع أكيد what is called the past moment. What do we need to make it? Of course, in addition to, of course, we need to use نستخدم صيغة ال used to. Firstly, we need subject اللي هو الفاعل وصيغة ال used to followed by the infinitive form اللي هو طبعا ال be المصدر المجرد ال be. So هذه هو ال present moment مالتنا متمثل بالفعل المساعد وهذه هو الجهة الماضي اللي هي متمثلة ب used to يعني something you used to do in the past time شيء أنت كنت معتاد عليه. We said before this time that if you want to make it, of course you need to do what? You need to, if you want to make between the past and the present moment using used to, you have to arrange your sentence ترتبين الجملة مالتك using subject اللي هو الفاعل والفاعل حسب زمن الجملة يتبع به الفعل المساعد وصفة المقارنة ثم الذان. بعدها وهي دائما تجي بالامتحان الوزاري هذا المقطع شوية مهم. هذا المقطع اللي دائما يجي بالامتحان الوزاري مهم ليش؟ لأن هذا المقطع هو راح اللي تجي أغلبها خيارات يجي كم أكمل فهذا نسميه إحنا the present moment يعني their subject اللي هو demonstrative اسم إشارة is الفعل المساعد مالتنا wildlife صفة من كونه من more than one syllable فسبقت بما بالmore more بعدها شنو عندي أكيد عندي مقطع الذان ويبدي هذا المقطع اللي هو هذا كله بالمضارع هذا جهة الماضي فأعيد الفاعل نفسه يعني كاتبت لك السبجكت عنوان يعني الفاعل نفسه تعيدينه إلي ومقطع اليوست تو والمصدر المجرد أكيد الخالي من أي إضافة. So there is more wildlife than there used to be. I am thinner. هذه أصلها مثلا for example I am thin. So if I want to make using للمقطع اللي هو used to I am thin. Thin هي طبعا صفة معروفة. فكيف أرتب الجملة مالتي؟ هذا السبجكت الأول اللي هو الـ N الأولى مالتي وهذا الفعل المساعد يعني I تاخذ الـ am. أوكي صفة المقارنة السن من أجي أكتبها هي كم مقطع واحد إذا كيف راح أشتغل عليها كمقارنة أضعف الـ N وأضيف لها الـ ER. أوكي شنو بعدها حتى أقارن هذا بالمضارع كيف أقارنها بالماضي؟ أستخدم مقطع الذان وأحتاج إلى فعل مساعد طبعا الفعل المساعد مالتنا من هو هنا بهاي الحالة؟ So I am thinner than وصلنا المقطع than شنو أحتاج أكملها هسه بالفاعل أرجع للفاعل من هو الفاعل؟ أنا جاي أقارن نفسي مع الماضي فأرجع أعيد لنفسي الفاعل نفسه هو الثاني than I شنو أستخدم للمقارنة؟ الصيغة اللي تستخدم للمقارنة هي صيغة used صيغة used هذه تجي بالامتحان الوزاري used to وأكيد be be معناته تتحدث عن شلون أنا كما كنت بالمعنى مالتها هاي البي هنا المعنى مالتها كما كنت في السابق أوكي فهذه شوية مهمة so من أقول على سبيل المثال قلنا I am lazy I am lazy طبعا مقطع واحد so I am lazier than I used to be يعني etcetera أكثر من مقطع Iraq is greener than it used to be فما أنسى الفاعل الفاعل هنا عندي مهم مقطع ال used to وال be اللي هي كنا أو كنت في السابق وما أنسى than للمقارنة هنا ال subject الأول مالتي الفعل المساعد أرتبنه thinner okay وthan I used to be I am I live in a small house that a smaller house than I used to be. I am cleverer than I used to be. I am, يعني I am
I am better than I used to be. I am fatter than I used to be. إذن أي مقطع ممكن هسه إحنا شلون قاعد نكتبها؟ نكتبها بصيغة المقارنة الماضي مع المضارع. أقدر أقول إن I am هاي الصيغة. I am fatter. Fatter يعني أسمن. Okay, I am fatter than I used to be. I am fatter than I used to be. كيف رتبت الجملة؟ رتبتها على أساس هاي القاعدة لما أجي أقارن الماضي ويا المضارع. يبقى نفس الفاعل جاي يعيد نفسه بزمن الماضي والمضارع. الأكزيلياري فيرب بفعل المساعد. الصفة مالتي في حالة المقارنة. وأكمل الباقي مالت الجملة. I am fatter, I am thinner, I am smaller, I am better. I am better than I used to be. اوكي شفتوا كم مقطع هسه اقدر اسوي اكثر يعني من جمله على نفس الموضوع. I am better than I used to be. I am مثلا اقدر اقول I am worse than I used to be. I am worse. طبعا من ضمن الصفات اللي هي الشواذ. I am worse than sorry. I am yeah, better. هذه ما تجي worse هنا. worse لا تختلف. I am heavier. heavy استخدم الهاف بصيغة المقطع. I am heavier than I used to be. على كل هيك شلون نقارن ال present moment مع الماضي نفس الصيغ هذن كلهن راح نتبعهن. فالفاعل auxiliary verb صفة المقارنة طبعا من مقطع واحد أو من أكثر من مقطع مثل ما موجود هنا more wildlife than. وأرجع للفاعل مالتي نفسه نفس الفاعل مقطع used to للمقارنة وبي بي يعني كنت معناته. أوكي فخلينا نجي مثلا هسه بعد أكثر الأمثلة الوزارية إضافة إلى there is more wildlife than greener طبعا قلنا هذه الصفة. خلينا نجي للأسئلة الوزارية. هلا is greener than شنو نحتاج قلنا هسه المقطع حتى قارن الماضي بالمضارع شنو أحتاج المقطع؟ أحتاج إنه أعيد الفاعل نفسه هلا it تاخذ للجماد هو نفسه ومقطع used وين هذا المقطع الحل الصحيح مالتنا؟ أكيد الفاعل وال used to هذا وثم شنو ال be مالتنا. ما أقدر أقول it used لأن ناقصة فأحتاج it used to. أوكي هذه مثال. بعد مثال ثاني على نفس الموضوع مالتنا هاي لأن كلها بالأمثلة الوزارية جاي بالأسئلة الوزارية فمهمة. فنجي على مثال آخر على نفس الفقرة. مثال آخر على نفس الفقرة ننتبه لها هسه. Like what for an example نعطينا. Okay. Of course there should be one because I يعني المفروض أشرها. Yes. Iraq طبعا هذه is greener. هنا خطأ مطبعي greener than والبي موجودة بعد الفراغ. إذا شنو بقى عندي؟ العراق فاعلها شنو جماد؟ فإذا than it used to والبي ماتي. أوكي؟ فهذه انتبه لها. يجيكم بهاي الصيغة. بغداد is more crowded. crowded هنا الصفة متكونة من أكثر من مقطع فتسبق بمقطع المور. فهنا الأن الأولى اللي هي الفاعل الأوكزيليري فيرب. هذه صفة المقارنة متكونة من أكثر من مقطع more crowded. هذه الذان تستخدم للمقارنة. نجي على المقطع الثاني اللي هو بالمضارع هذه لأن عندي is. مقطع الماضي شنو لازم تكون؟ البغداد هي جماد فإذا شنو أختار لها؟ it و used to وهنا أنا موجودة عندي البي موجودة بالسؤال. used to معناتها معتاد على فانتبه لها كلش مهمة وحتى يجيب لكم أكمل الفراغ يعني مو شرط خيارات. فانتبه للمقطع اللي هو بها used to. هذه شوفي هاي مكررة أكثر من سنة حتى جايبها من الراوند أب. Iraq is greener than it used to be. مكررة انتبه لها بالامتحان الوزاري. تمام. هسه نجي على التمارين الموجودة عندنا. التمارين الموجودة عندنا بس في فيديو آخر راح أحل لكم إياهن. وقبل هذا أكيد راح أوضح لكم إن إحنا أخذنا الـ present passive voice. إذا تتذكرون طبعا هذا موجود بكتاب النشاط على صفحة 43. أخذنا الـ passive voice. وهذا جدا مهمة يعني كملاحظات نستخدمها احنا.
يعني وين نستخدم بين الباسيف فويس when we refer to something when we don't know who performed the action من اللي أدى العمل أو لما تكون الأكشن هي more important than who used it. Okay, this is one or did it. هذا example. انتبه لأمثلة الكتاب. هذا مثال على سؤال في حالة الباسيف فويس. Okay. سؤال في حالة الباسيف فويس الاكسيلياري هذا WH question مالتي مثل ما قلنا بالفيديو where can ثم الفاعل descend viper هاي شوفوا شلون closed نوعها مو open compound closed where can descend viper be هذه قلنا ثم التصريف الثالث للفعل my tools have been stolen هذا مقطع دلالة على passive voice بالهاب والبين وتصريف الثالث للفعل بمعناته we don't know who stole them ليش إن أنا شايلة الفاعل من عنده ويقول استخدم by when you want to say who did it the action يعني تحطينها مثل ما علمتكم by وبين قوسين our petroleum products اللي هو الإنتاج النفطي مالتنا are bought by many countries sorry are bought يشترى من خلال أو بواسطة عدة بلدان so our petroleum هنا شنو هذه صارت المفعول به مقدم طبعا إحنا our petroleum products هذا مفعول به are auxiliary verb زمن المضارع و brought تصريف الثالث الفعل by many countries هذه حطيت ال by بعد الجملة مالتي حتى أبين أن الفاعل مهم so form the passive voice كيف شكلنا ال passive voice عن طريق الفعل be سواء بالبريزنت سواء بالباست سواء بالباسيف فويس يعني بريزنت باست او ويل فيوتشر استخدمنا الويل او ممكن المودل فيرب كان زائدا التصريف الثالث الفعل ماتي سو ذا ساند فايبر كان هنا هذا اللي اخذناها حاله من حالات الباسيف فويس باستخدام الكان تتبع بالبي والتصريف الثالث الفعل ان هوت دراي كاونتريز هذا طبعا هو كان بي فاوند تعتبر ايضا نوع من انواع الباست سمبل passive voice can be found ممكن أن تكون وجدت يعني بهاي الصيغة على الرغم أن تشوفون المودل في شكله المضارع لكن دلالتها على الماضي يعني الدلالة المعنى مالتها right now we are going to move to exercises after this point I used to مهمة قلنا جدا وهذه الـ passive voice أكدنا عليها هنا بالتمارين هذه كمراجعة اللي نحن شارحينها تفصيليا وهسه الآن راح ننتقل إلى الاكسرسايز اللي موجودة في كتاب النشاط الحلول الوزارية كل الأسئلة الوزارية مهمة تجي بالامتحان الوزاري أوكي سو ننتقل إلى التمارين الآن في فيديو آخر